التقى معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بمعالي الدكتور الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي في العاصمة الرياض لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين الشقيقين. خلال اللقاء أكد معاليهما عمق العلاقات الثنائية التي تتنامى في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيرين إلى أهمية مواصلة التعاون المشترك بما يعزز وحدة الصف ويخدم المصالح المتبادلة. وبحث اللقاء سبل استثمار العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وجعلها حافزا لتعزيز التنسيق البرلماني في مختلف القضايا، مؤكدا معالي رئيس مجلس النواب أهمية الدور المحوري الذي تطلع به السعودية في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ومشيرا إلى أن العلاقات البحرينية السعودية تمثل نموذجا يحتذى به في الترابط والتعاون. وأوضح معالي رئيس مجلس النواب أهمية اللقاءات البرلمانية بين البلدين لما لها من دور في توثيق الروابط والعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والذي يتسق مع الدور الذي يقوم به مجلس التنسيق السعودي البحريني الذي يترأسه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي. من جانبه أكد معالي رئيس مجلس الشورى السعودي أن العلاقات البحرينية السعودية تمثل نموذجا فريدا في التعاون والشراكة، مشيرا إلى أن تعزيز التعاون البرلماني يسهم في تقوية أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين. وحول هذه الزيارة ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض سعادة السيد حسن بوخماس عضو مجلس النواب. أرحب بك في نشرة الأخبار وأتحدث معك حول أهمية هذه الزيارة البرلمانية إلى المملكة العربية السعودية. مساكم الله بالخير جميعا. بداية حبيت أشكركم على هذه الاستضافة، هامش زيارتنا إلى الرياض برئاسة معالي رئيس مجلس النواب الأخ أحمد بن سلمان المسلم، وطبعا بدعوة من معالي رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد الله بن محمد إبراهيم آل الشيخ. طبعا من منطلق التعاون المستمر بين البرلمان ومجلس الشورى السعودي الذي يعكس مستوى العلاقات الأخوية والوثيقة بين مملكة البحرين ومملكة العربية السعودية. وطبعا في ظل الرعاية والاهتمام من جلالة الملك المعظم وأخي خادم الحرمين الشريفين حفظهم الله والسعي نحو الارتقاء بالبلدين وترسيخ آفاق التعاون بما يعود إلى الشعبين الشقيقين. طبعا كما أود أن أؤكد تأكيد على أن هذه الزيارة تأتي في ظل جهود كبيرة ومخرجات هامة لمجلس التنسيق السعودي البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي وولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وتطابق وتكامل المواقف بين البلدين تجاه قضايا المنطقة والعمل نحو مزيد من التكامل وبحرص متبادل على المزيد من التنسيق والتعاون الذي يترجم ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين من مستويات متقدمة والدفع لمسارات الشراكة والتعاون تحقيقا للأهداف والتطلعات المشتركة. وطبعا بلا شك أن المجلس التنسيقي يعزز لكل ما من شأنه خدمة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية وطبعا والأقليمية والدولية والإنسانية، والجهود الباردة في ترسيخ هي مبادئ التسامح والتعايش السلمي والسعي الدؤوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وطبعا وعلى صعيد يعني علاقات البلدين، فالعمل مستمر نحو تعزيز المجال الاقتصادي والاستثماري وأيضا الثقافي وغيرها من المجالات التي هي نتائج أعمال لجان المجلس التنسيقي. ف
هذه طبعا ما حصل اليوم في اجتماعات اليوم في مع معالي رئيس مجلس النواب مع معالي رئيس مجلس الشورى. نعم من الرياض سعادة السيد حسن بوخماس عضو مجلس النواب، كل الشكر لك.